نشكر جمعيه بيضاوا بلس على الدعوه الكريمه اللي وجهوها لي اليوم باش نشارك في هذا اللقاء اللي هو حول موضوع جميعا من اجل اسره بيضاويه في قلب المشروع المجتمعي. فكان التدخل ديالي اولا من منظور وزاره التضامن والإدماج الاجتماعي والاسره، خاصه اخذ بعين الاعتبار الفيلم اللي تم العرض ديالو والتدخلات ديال الحضور، فخاصه حول وضعيه الاطفال يعني الطفوله الصغرى، الاشتغال ديال المراه، يعني الثقل ديال العبء ديال التكفل بالاشخاص غير المستقلين داخل الاسره، ايضا الاشخاص في وضعيه اعاقه، الاشخاص المسنين. فقدمت السياسه الاسريه اللي جات في الاستراتيجيه ديال وزاره التضامن والإدماج الاجتماعي والاسره جسر، اللي هي في المرجعيات تنفيذ التوجيهات الساميه ديال صاحب الجلاله نصر الله حول الدوله الاجتماعيه وتفعيل البرنامج الحكومي. فقدمت يعني مثلا امثله واضحه اللي هي مثلا الحضانات الاجتماعيه والتعميم ديالها، بحيث ان تكون عندنا حضانات لان ما عندناش حضانات كثيره في الاحياء المغربيه. ايضا موضوع جسر الاسره اللي غادي يمكننا باش تكون عندنا حضانات داخل جسر الاسره، ولكن ايضا مراكز نهاريه بالنسبه للاشخاص المسنين، وممكن نخليو الاشخاص المسنين داخل الاسره ديالهم لكن كيقضيو اليوم في النهار في هذا المركز. هذه الخدمات مثلا الخدمات الاضافيه بالنسبه للاشخاص في وضعيه اعاقه، ونبغي نشيد وننوه بال يعني التقدم الكبير اللي حرزته بلادنا تحت القياده الرشيده ديال صاحب الجلاله نصر الله في اطار الورش الملكي للحمايه الاجتماعيه والدعم المباشر للاسر، اللي الحمد لله جا في خطاب صاحب الجلاله نصر الله والحكومه كتشتغل على التفعيل ديالو، هو ادماج الاشخاص في وضعيه اعاقه والمسنين في اطار الدعم المباشر في اطار الورش الملكي ديال الحمايه الاجتماعيه. اذا هناك الخدمات الاضافيه اللي تكلمت عليها واللي ممكن يعني وضعها في اطار الورش الملكي ديال الحمايه الاجتماعيه، هذا من جانب الا بغينا نقولوا يعني وزاره التضامن والإدماج الاجتماعي والاسره. من جانب مدونه الاسره طبعا اخذا بعين الاعتبار يعني الشرف الكبير اللي حدث به من طرف صاحب الجلاله نصره الله بتعيين وزيره التضامن والإدماج الاجتماعي والاسره داخل الهيئه المكلفه بمراجعه مدونه الاسره، فلازم تكون عندي المسافه الضروريه مع موضوع مدونه الاسره، خاصه اننا في بدايه المسار ديال الاستماع لجميع الفاعلين في المجتمع. فلهذا قدمت خاصه الدراسات اللي قامت بها الوزاره حول التحولات الديموغرافيه والتحولات اللي عرفتها الاسره المغربيه خلال هذا 20 سنه، وشنا هما يعني المؤشرات اللي كتبين لنا الوضعيه ديال التحول ديال الاسره المغربيه كما اشرت الى ذلك. وايضا طرحت يعني المنظور من منظور وزاره التضامن والإدماج الاجتماعي والاسره هو ما هي الاسره اللي بغينا، شنو هي الاسره اللي بغينا في المستقبل، اذا باش نشتغلوا على مدونه الاسره باش تساعدنا للوصول لهذه الاسره اللي هي اسره متوازنه، اسره فيها الرفاه، اسره فيها الاحترام داخل الاسره، اسره طبعا منظومه قيميه. احنا الحمد لله ان توابيت الامه اللي هما الدين الاسلامي اللي هما يعني معروفين ونص عليهم الدستور والتوجيهات ديال صاحب الجلاله نصره الله في الخطب الملكيه ولا في الرساله الملكيه اللي وجهها السيد رئيس الحكومه. فاذا كيفاش اعطينا بعض ليزيكليراج او الاضاءات اللي هما مبدا التوازن، يعني يجب احترام مبدا التوازن باش تكون عندنا هذه الاسره متوازنه وتكون قادره تكون يعني تلعب الدور ديالها في المجتمع، خاصه دور التنشئه الاجتماعيه. ايضا الملائمه ديال النصوص ديال المدونه اللي غادي يكونوا مع الدستور، لان الدستور جا مورا مدونه 2004 ومع عدد من التشريعات اللي جات، تشريعات وطنيه وبروتوكولات واتفاقيات دوليه اللي صدقت عليها بلادنا. ايضا استقرار الاسره هذا اساسي، يعني ملي غنكونوا نعملوا التنصيص على مدونه يعني مدونه الاسره خصنا ناخذوا بعين الاعتبار اننا ما خصناش نخلقوا وضعيات اجتماعيه ديال الاسره عندها هشاشه اجتماعيه، لان هذه الهشاشه الاجتماعيه غتفسد لنا المجتمع. فاذا خصنا نخليو الاسره متماسكه ونخليو الاسره قويه ونستحضروا هذا مبدا استقرار الاسري منين نكونوا كنصيغوا طبعا المقترحات ديال مدونه الاسره. ونقطه اخرى هذه من بعض المداخل اللي اقترحناها كاضاءات في من منظور وزاره التضامن والإدماج الاجتماعي والاسره واللي قدمناها امام الهيئه، اللي النقطه المدخل الاخر اللي بغيت نشير له هو الصمود، صمود المجتمع هو من صمود الاسره، فالاسره هي مؤسسه اجتماعيه اقتصاديه، فايضا خصنا نستحضروا اننا ما خصناش نخلقوا واحد الوضعيه اقتصاديه هشه منين كنصدروا واحد القوانين في اطار مدونه الاسره. هذه بعض الامور اللي شرط لها في التدخل ديالي او في التفاعل مع الحضور، وشكرا لكم. للمزيد من المعلومات
ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تيفي.